حتى ماتشيرانو سجل على أوساسونا عنوان نطالعه في صحيفة سبورت الكتالونية. الصحيفة قالت إن مباراة البارسا ضد أوساسونا هي أيضا للتاريخ لميسي ولماتشيرانو كذلك الذي سجل أول أهدافه مع الفريق الكتالوني. سبورت قالت إن إنريكي أراح نجمه لأنه كان يعلم كيف ستسير الأمور بعد الرباعية وأن ميسي بدأ في التسجيل مباشرة بعد مباراة الكلاسيكو مؤكدة أن برشلونة لعب ضد فريق بلا روح وغادر الليغا من الباب الخلفي حسب وصف سبورت. نبقى مشاهدين في إسبانيا هذه المرة مع صحيفة ماركا التي تطرقت الفوز العريض للريال كذلك على ديبورتيفو لا كورونيا وكتبت كل شيء يسير على ما يرام مع إيسكو. ماركا قالت إن مهمة تشكيلة زيدان كانت محفوفة بالمخاطر خاصة مع غياب كل من رونالدو ومودريتش وبنزيما مضيفة أن إسكو كان جيدا للغاية وقدم مستوى كبيرا في اللقاء مع أسينسيو وموراتا وخماس. ماركا أضافت أن خسارة زيدان الكلاسيكو لم تكن تجعله يضيع نقاط هذا اللقاء وكان يثق في اختياراته هذه المرة. هذه نهاية فقط الصحافة، عود الآن إلى مهيب.